القرش لما تشوفه تحس بالخطر، صامت جدا، ومن مليون صورة تلاقي واحدة بس بيضحك فيها. صياد شاطر، وتقريبا هو اللي حط مثل شراء العجل ولا تربيته، يحب يجيب النجم وهو نجم، ما طالما ديتها فلوس سهلة. ملك ملوك إسبانيا وصاحب السطوة في أوروبا، اسمه مرتبط بتاريخ الريال، نجوميته وسط الجماهير أكبر من أي نجم عدى على فريق النجوم. ما هي خدها قاعدة، طول ما بريز بخير مدريد بخير. انت بقى تعرف ايه عن بريز؟ الراجل اللي بقاله 13 سنة رئيس الريال وكل ما يزهق يعمل جلاكتيكوس، يبقى انت غلبان ما تعرفش حاجة. تعال انا هحكي لك الحكاية. ان شاء الله ما غير مقاطعة بينها هتبقى مهمة. اسمه فلورنتينو بيريز رودريغيز، اتولد في 8 مارس 47 في أورتاليزا في ضواحي مدريد. والده ادوارد بيريز ووالدته سوليداد رودريغيز، من وهو صغير وهو بيعشق الارقام، وده اللي خلاه يدخل جامعة مدريد التقنية ويبقى مهندس. حبيب قلبي كان يشوف المسطرة حرف التي بيتهبل، وعشان هو صياد من وهو صغير ما طلعش من الكلية من غير ما يصطاد مراته ماريا دي لويس، واتجوزها في سنة 70 وهو عنده 23 سنة، ما بيحبش يضيع وقت، وعلشان هو راجل عملي خلف منها 3 عيال، وهما ادوارد عشان يراضي الحج، وماريا عشان يراضي الحجة، وفلورنتينو عشان يراضي نفسه. فعلشان كان متفوق في دراسته التعيين كان مستنيه، ما هما ما كانوش شالوا تكليف هندسة لسه، وتعين في بلدية مدريد. بس هو زي اي شاب طموح ملوش في قاعدة المكاتب، ويبعتك تختم ورقة عند مدام اعتماد في الدور السابع، قال لهم خلي لكم انتوا الوظيفة مع السلامة، واستقال سنة 83 وقرر يلعبها سياسة، وانضم لحزب اتحاد الوسط الديمقراطي، وبشوية تشغيل دماغ وده عنده منه كتير، بقى مين عام الحزب سنة 86 وهو عنده 39 سنة بس. وعلشان برضو السياسة مش مضمونة اهتم بالعمل الخاص، وبقى نائب رئيس شركة OCB للمقاولات سنة 93. الشركة دي اندمجت مع شركة تانية اسمها جينيس اند نافارو، وبقوا شركة واحدة اسمها ACS. ومين بقى رئيسها؟ الله ينور عليك، ابو البرايز سنة 97. بريز سنة 95 وهو قاعد مع نفسه قال لك انا ناجح في السياسة وناجح في البيزنس، بس محدش عارفني خالص، ما انا برضو ناقصني الشهرة، فيها ايه لما ابقى رئيس الريال؟ طبعا رزع بيانين يهاجم فيهم إدارة الريال الحالية، ويقول إن هم سبب ديون النادي، والسياسة المالية دي غلط وما تلقش بنادي بحجم الريال. بس ما حدش سمع له وفشل في المحاولة الأولى. لحد سنة 2000 بريز قال نفس الكلام، بس النادي وقتها كان محقق دوري أبطال 98 و2000، يعني موقف بريز زي الزفت، وخسارته للانتخابات مسألة وقت. بريز قال الكلام ده مش هياكل مع الناس دي، وقام رامي بالكارت التقيل لويس فيجو. بريز وعد الجماهير بالتعاقد مع لويس فيجو، لو انت مش عارف بقى فدي حاجة عاملة زي ما بريز بيجي في سنة 2014 مثلا يقول انا هجيب ليونيل ميسي، ده بالظبط نفس الوضع. الجمعية العمومية في الريال انتخبت بريز وحقق حلمه وبقى رئيس ريال مدريد، وعلشان هو راجل اصيل حقق حلمهم وجاب لهم لويس فيجو في صفقة هزت العالم، وده أو حاله بفكرة، واللي هي صفقة فيجو رفعت متابعة الفريق للسماء، والعالم كله بيتكلم عليا وعلى ريال مدريد. قال لا، أمال إيه اللي هيحصل بقى لو جبت نجوم العالم؟ في سنة 2000 جاب فيجو، 2001 جاب زيدان ب 77 مليون و 500 ألف يورو، في 2002 جاب الظاهرة رونالدو، في 2003 جاب ديفيد بيكهام، في 2004 جاب مايكل أوين. كل سنة بيجيب اللاعب اللي العالم كله بيتكلم عليه. بريز لما راح يجيب زيدان إدارة يوفنتوس كانت رافضة البيع، وقالت له 60 مليون يورو كنوع من التطفيش يعني، قال لهم 77 مليون و 500 ألف. الجماعة ما صدقوش، قالوا له حلال عليك يا معلم، ولو مش عارف الرقم ده يعني ايه، فالرقم ده جابوا بيه بوفون ونيدفيد وليليان وتورام وسالاس، 4 أساطير مرة واحدة. وفي 2003 كان معروض عليه رونالدينيو لكنه رفض، وتعاقد مع بيكهام، علشان طبعا بيكهام في الدعايه والاعلان والشهره وقتها ب 100 رونالدينيو. تمام، النظريه دي كانت ناجحه جدا والريال كان بيطير. بس عايز اقول لك حاجه كده على جنب، في نظريه كرويه حطها الاسطوره الحيه ارنستو فالفيردي، بتقول ايه بقى؟ بتقول طول ما هي شغاله ما تلعبش فيها، بيريز بقى لعب فيها التشكيلة يعني. واستنافورة النجوم دي
وحنفيه الرواتب اللي شغاله جه اقل واحد راتبا في الفرقه ماكليلي، وراح لبيريز وطلب منه زياده مرتبه. بيريز بصله بكل هدوء وقال له انت اقل لاعب عندي في مبيعات القمصان، تقدر تمشي لو عايز. زيدان لما عرف كده طلع يجري على بيريز وقال له انت هتهرج، ودي البوسكي اتجنن، لكن القرار طلع خلاص ومشى ماكليلي. فقام مورينيوس تلقاه على كفوف الراحه في تشيلسي، عينك ما تشوف الا النور، الريال بقى مضحكه، النجوم كلها فشلت والفريق بدا ينهار. زيدان قال احنا كنا عربيه فراري مطليه بالذهب، لكن من غير مطور، يقصد ماكليلي يعني، الوضع فضل يسوق وبيريز يغير مدربين، كان كل همه النجوم كلها تلعب مع بعض، لدرجه انه جاب كارلوس كيروش وقال له مش هحاسبك على حاجه بس لاقي طريقه يلعبوا فيها في تشكيل واحد. العلامة التجارية للريال في الوقت ده كانت في السماء والأرباح كانت فلكية، لكن الريال رياضيا كان من فشل لفشل، علشان يستقيل في 27 فبراير 2006. وبعد الاستقالة بيريز ركز في شغله والشركة بتاعته بقت أكبر شركة إنشاءات في إسبانيا، والريال في الوقت ده كانت الأيام دول بينه وبين برشلونة، لكن الفشل كان محاوطه في دوري الأبطال لحد سنة 2009. بيريز قرر يترشح تاني لرئاسة الريال، وفي الوقت ده برشلونة كان بيبني الجيل الذهبي والفجوة بتوسع، والجماهير كان عندها قناعة ان الحل الوحيد نرجع لعصر الجلاكتيكوس. بيريز كسب الانتخابات واعلن للجميع عودة عصر الريال الذهبي، تعاقد مع كاكا وكريستيانو وبنزيما في سوق انتقالات واحد، وبعد موسم واحد اقال بيليجريني وتعاقد مع البعبع مورينيو. انا كنت وقفت لك في الجزء الاول اللي هتلاقيه في اول كومنت عند التعاقد مع مورينيو. بيريز ساعتها قرر يجيب بعبع برشلونه يدرب الفريق، ما هو ده الوحيد اللي قدر يوقفهم في دوري الابطال بالانتر، ومورينيو كان عنده طار عند برشلونه لما رفضوا يعينوه علشان يجيبوا جوارديولا، ودي قلناها في حكايه مورينيو، روح شوفها. يعني من الاخر كده، مورينيو والريال حله ولقت غطاها. مورينيو اول ما وصل رزع كام تصريح من بتوعه اللي هو انا جيت انهي موده برشلونه، بس التصريح ده رد في وشه في اول كلاسيكو وشال 5-0 بالراحه. بيريز بعدها خرج وقال ده اسوأ اداء شفته للريال، لكن مورينيو كان هادي وقال احنا لسه بنسخن. بعدها مورينيو طلب من بيريز انه يقيل فالدانو ويلغي منصب المدير الرياضي ويديله حريه اختيار الصفقات، مورينيو يختار وبيريز يخلص. والعجيب ان بيريز وافق، كان بيحب مورينيو بجنون. في الفترة دي الريال جدد جلده، تعاقد مع دي ماريا واوزيل وكوينتيراو وخضيرة وحميد التنتوب، ومورينيو غير مركز راموس من باك يمين لقلب دفاع، وغير عقلية الفريق لفريق عنيف لانه كان عارف انه مش هيقدر يجاري برشلونة فنيا، وبيريز كان موافق، وكان ليه اللي هو عايزه لما ياخد الكاس من برشلونة، بعدها الدوري من برشلونة، لكن بيريز كان على نار، عايز العشرة. وهو بيدور على العشرة بقى حصلت أزمة بين مورينيو وكاسياس القائد التاريخي لريال مدريد والبسكليت حديثا. مورينيو كان شايف ان في خاين في الريال بيسرب الاخبار للصحافة، وبما ان كاسياس صاحبته صحفية يبقى هو كويس انه ما دورش على صاحبه. المهم مورينيو قعد كاسياس دكة وتعاقد مخصوص مع ديجو لوبيز علشان يمحيه من التشكيل، والجماهير وقفت في صف كاسياس ومورينيو فضل على موقفه، بس كل ده وبيريز لا حس ولا خبر ولا فكر يتدخل. اتضح بعد كده ان بيريز اصلا بيكره كاسياس جدا وشايفه لاعب عادي والجماهير هي اللي نفخته، وان كاسياس مفكر الريال عزبه ابوه، وبيريز ما بيحبش حد يقاسمه في العزبه، قصدي يعني ما بيحبش حد يقاسمه في النادي، وعلشان كده سكوته كان رضا على اللي عمله مورينيو، لكن برضه فضل بيريز على نار عايز العشره. مورينيو نجح محليا مفيش كلام، لكن اوروبيا وصل لنص النهائي وعطل، ما عرفش يعدي اكتر من كده، مره من برشلونه ومره من دورتموند ومره من بايرن، والموضوع بقى مقلق، ده غير ان اوضه لبس الريال ولعت، نص الفريق مع كاسياس والنص التاني مع مورينيو. فبريز قرر انه يقيل مورينيو بعد ما كسب الدوره الرابعه للانتخابات، وفي النص كده عمل واحده مرتضى منصور وعدل قانون الترشح علشان يناسبه هو وبس، وخلى اهم بند ان المرشح لرئاسه النادي يكون غني وثروته تقدر بحوالي 15% من قيمه النادي، ويبقى عضو في النادي بقاله 20 سنه. وبعدها جاب انشيلوتي وعينه ومعاه زيدان مساعد، وباع اوزيل رغم رفض الجماهير، وجاب مكانه جاريث بيل في صفقه وصلت ل 100 مليون يورو، وجاب اسكو ويارا مندي. وفي الفتره دي بيريز رفض يخش في صفقه نيمار،
لأنها كانت مشبوهة وفي عمولات كتير، واللاعب عايز راتب ضخم وكريستيانو في أوج عطائه، فقال لا شكرا وسابه يروح برشلونة. الهدف كان واضح، مش مهم الدوري، المهم العشرة. تفتكر ايه اللي حصل؟ ما انت عارف احنا هنستهبل، الريال كسب العشرة في نهائي ملحمي وتحقق حلم بيريز. في سنة دي وزي كل كاس عالم بيريز بيتعاقد مع نجم المونديال، وفي 2014 كان خامس رودريجيز هداف البطولة وسجل أهداف خرافية، علشان بيريز يقول أنا عايز من ده، ودفع فيه 80 مليون يورو لموناكو. لكن الصفقة دي كانت فعلا مشبوهة لأنها كانت ضمن اتفاقية لشركات الإنشاءات بتاعته، وخد بسببها عقود بناء ضخمة في كولومبيا، ولأن الحرام ما بيدومش الصفقة فشلت. المهم خامس ما جاش لوحده، ده جه معاه كروس وكيلور نافاس وباع الونسو ودي ماريا، لكن الموسم ده ما كانش ناجح للريال، وبرشلونه الناحيه الثانيه خد الخماسيه علشان بيريز ياخد قرار مجنون، اقاله انشيلوتي وتعيين بينيتيز. محدش فاهم ده حصل ليه وازاي واشمعنى، ولا حتى بيريز نفسه، بس هي جت معاه كده. وبينيتيز فشل فشل ذريع، حتى اوضه اللبس كلها ما كانش حد طايقه علشان بيريز يصحح القرار ويقيله ويعين زيدان. زيدان وقتها كان بلا خبرات تدريبية، لكن بريز كان عارف بيراهن على ايه. شخصية زيدان لوحدها كفاية انها توحد النجوم دي كلها، ما هو حتى رونالدو هيحس بهيبة زيدان، لان بالبلدي كده وقت ما كان رونالدو رايح كان زيدان راجع. زيدان بقى جه في حالة طوارئ وجعل اوروبا في حالة طوارئ، نزل رزع في فرق اوروبا واحد واحد ما خلاش، وخد دوري الابطال 3 مرات ورا بعض. بريز اللي كان بيموت على العشرة بقى معاه 13، وبقى في مكانة واحدة مع الرئيس التاريخي للريال سانتياغو برنابيو، لكن مع احتفالات البطولة الثالثة رونالدو أعلن إنه عايز يمشي، والسبب إنه طلب تجديد عقده وزيادة راتبه، لكن بريز رفض. ما هو بريز مع الماديات ملوش عزيز، هو كان شايف رونالدو خلاص بدأ يعجز واللي جاي مش قد اللي رايح، ويوفنتوس واقف على الباب ب 120 مليون يورو، لو قال له لا يبقى مجنون، وما عادش في حاجه تانية ممكن تتحقق من ورا رونالدو، فسابه يمشي. زيدان بعد رحله الثلاث ابطال قرر يمشي وهو في القمه، وده كان خبر صادم للجماهير حتى الاداره. وش بيريز في المؤتمر الصحفي ما يتنسيش، علشان يقرر يعين المدرب اللي كان عامل طفره مع اسبانيا وقتها، لوبيتيجي. بيريز اتفق واعلن التعاقد معاه قبل بدايه كاس العالم بايام، علشان الاتحاد الاسباني قرر اقالته قبل البطوله، واسبانيا تتعبى جوان وتروح. لوبيتيجي هو كمان اتعبى جوان من برشلونه وروح، ما هو برشلونه ده شغال كده، يعبي وبريز يقيل. بريز بعد لوبيتيجي خد قرار برضه محدش فاهمه وعين سولاري. انت دلوقتي اكيد بتقول لا هو مين سولاري ده؟ وانا والله زي زيك، هو تقريبا فكر ان البركه بالشباب فعلا، واي حد صغير هيمسك هيجيب له دوري ابطال. سولاري كتر خيره اتعبى ومشي برضه، بس كان بيتعبى من اي حد الصراحه، علشان بيريز يقرر يرجع مين؟ زيدان. وزيدان المره دي ما حققش اي نجاح يذكر ويرحل في هدوء. مع رحيل زيدان ظهر راموس، هو كمان عايز يجدد عقده ويزود راتبه، لكن بيريز قال له تعرف كاسياس؟ قال له اه. قال له طب تعرف رونالدو؟ قال له اه. قال له طب تعرف راؤول؟ قال له اه. قال له كلكم زي بعض عندي، كلكم اساطير صحيح، بس كلكم همشيكوا، طريق السلامه يا حبيب اخوك، وخد الباب في ايدك. في 2021 اعلن بريز عن فكره مجنونه سماها دوري السوبر الاوروبي، ودي بتضم 20 فريق من النخبه في اوروبا يلعبوا بطوله لوحدهم. ما الراجل زهق من دوري الابطال عايز يجدد، البطوله دي مكاسبها الماديه مهوله، وابن اللعيبه عرضها على الانديه في عز كورونا، ولكن رغبته ورغبه ملاك الانديه اصطدمت بالاتحاد الاوروبي والجماهير، ومع الوقت الفكره اتجمدت ولكنها ما انتهتش. وبعد الدربكه دي ايه اللي حصل؟ تسلم، رجع انشيلوتي. وايه اللي حصل؟ خد دوري الابطال، وكده بقوا 14، وربنا على الظالم والمفتري. بص يا معلم، بريز من انجح رؤساء الانديه، ان ما كانش الانجح، راجل اقتصادي ناجح. ساعات بتهب منه في حاجات، لكنه ما بيكبرش يصحح الوضع، وفعلا نقل الريال في حتة تانية فنيا وماديا، خلى للفريق هيبة في كل حتة. ما هو واحد حقق 6 دوري واتنين كاس وستة دوري ابطال وستة كاس سوبر اسباني وخمسة كاس سوبر اوروبي واربعة كاس عالم للاندية وكاس الانتر كونتيننتال، لازم يكون بريز وبس يا سيدي. هي دي حكاية ابو البرايز.